برجيم العقول برجيم العقول عقولنا هتدلنا ندقق في جسمنا ونغوص جوا نفسنا نعرف مصدر قوتنا ونشوف قدرة ربنا بالفكر والذكاء وتجارب العلماء بالمنهج البناء هننمي عقلنا رجيم العقول. رجيمنا مش رجيم تخسيس، مش هنقول فراخ لا جزر وسريس، خليك معانا لو انت حسيس هنغير لك اي خبيث. هنتكلم عن مشاكل كبيرة، في منها صغيرة وفي منها خطيرة، سواء كانت ليك او للاولاد هتلاقي عندنا حلول كتيرة في جيم العقول. اعزائي واحبائي احباء قناة الصحة والجمال، اهلا وسهلا بيكم في يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم المحبوب رجيم العقول. زي ما معودينكم دايما بنتكلم كل مرة عن حاجة تخص العقل، حاجة للتنمية، حاجة ممكن نغير بيها للأحسن عشان مستقبل أفضل. النهاردة هنتكلم عن موضوع خطير جدا، عايزين تعرفوا إيه الموضوع ده؟ استنوني بعد فاصل ما تمشوش. المنهج البناء هننمي عقلنا رجيم الزكاة وتجارب العلماء بالمنهج البناء هننمي عقلنا رجيم العقول. أعزائي قناة الصحة والجمال، أهلا وسهلا بكم مرة تانية، رجعنا لكم بعد الفاصل. زي ما قبل الفاصل قلنا هنتكلم النهاردة عن موضوع خطير، موضوع مهم. هنتكلم النهاردة عن جزء أو نوع من أنواع الذكاء. إيه هو النوع ده؟ هنعرفه مع الدكتور محمود غلاب المعالج النفسي. إزيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بيك في حلقة معانا. النهاردة عايزين نتكلم عن الذكاء بس الذكاء الاصطناعي. يا ترى إيه هو الأول الذكاء الاصطناعي؟ طيب ما نقول الأول إيه هو الذكاء؟ بشكل عام. تمام. اللي هو الذكاء الإنساني هو قدرة عقلية موجودة لدى الإنسان بشكل فطري، وهذه القدرة العقلية فيها مجموعة من القدرات التي تعمل بالتناسق فبتكون القدرة العقلية اللي هي بنسميها الذكاء. بدأ ده مفهوم الذكاء الإنساني. الذكاء بدأ يتم اكتشاف أنواع أخرى من الذكاءات أو أنواع أخرى أو وجوه أخرى من الذكاء، زي الذكاء الاجتماعي والذكاء الانفعالي أو الوجداني. فالذكاء الاصطناعي هو ذكاء في نوع من المحاكاة والتقليد للذكاء الإنساني. يعني هم خدوا خبرات من الذكاء الانساني وحاولوا يعملوا معاه محاكاة بس بشكل اصطناعي، بشكل اصطناعي آلات أجهزة من خلال الأجهزة. يعني ايه؟ هم عايزين يقبى الآلة او الكمبيوتر او الحاسوب زي ما بيقولوا، واخد بالك، يشابه خصائصه تشابه خصائص الذكاء الانساني. فهو نوع من المحاكاة او التقليد لهذه الخصائص. الذكاء الإنساني ذكاء بيتكون من معرفة واستدعاء لهذه المعرفة وجوانب كثيرة من القدرات. فهم عايزين يوصلوا بالذكاء الآلة إلى هذا المستوى المتقدم من الذكاء الإنساني. فعايزين يخلوا الآلة تستطيع أن تفكر وتستطيع أن تستنتج وتستطيع أن تتدبر وأن تشعر وهكذا، النواحي المختلفة من القدرات بالذكاء الإنساني. طبعا هنا بيراودني سؤال مهم جدا. تفضل. هل الذكاء الاصطناعي تفوق على الذكاء الإنساني؟ لا. يعني احنا مثلا في الحاسوب في أي شيء إلكتروني عموما ممكن احنا نحسب يحسب لنا بسرعة، كآلة حاسبة أو كمبيوتر مثلا نطلب منه طلب أوردر معين فيجاوب بسرعة. ممكن الإنسان نفسه ما يلحقش يجاوب الإجابة دي. طيب أنت بتقول أيهما أفضل أو أيهما أسرع؟ أسرع. لا، أيهما أسرع؟ الذكاء الاصطناعي. الاصطناعي. لأنه فيه واخد بالك سرعة. مبرمج أصلاً، يعني هو مبرمج على كده. واخد بالك، لكن أيهما أفضل؟ الذكاء الإنساني. ليه؟ ببساطة شديدة. مين اللي عمل الذكاء الاصطناعي؟ أو الإنسان. الذكاء العقلي أو الإنساني. واخد بالك؟ فهو ليه؟ الذكاء الإنساني يشتغل بشكل تلقائي.
الصناعي لازم كهرباء، ولازم انت زي ما تفضلت وقلت لازم تحط له البرنامج. واخد بال حضرتك؟ لو انت شلت الميموري بتاعته ما يشتغلش، لكن الانسان الميموري بتاعته على طول. ايوه ماشي، بس هو كده البرنامج ممكن تبقى البروجرامز اللي في الكمبيوتر مثلا بيبقى معمول على مواصفات عالميه، يعني مثلا اذكى المواصفات والمواصفات الصحيحه السليمه اللي المفروض ما فيهاش اخطاء. كويس. فيوم ما هطلب اوردر منه هيديني حاجه من غير اخطاء، انما الانسان ممكن وارد انه يخطا، يبقى في خطا من عنده. كويس. الانسان يخطئ. فيخطئ في البرمجه برضه. يعني وارده، يعني واخد بالك؟ لان انت يعني طالما انه هو بيعتمد الذكاء الانساني بيعتمد على الانسان نفسه. والذكاء الاصطناعي ما انت اللي بتمده. لو ما مدتوش ما يقدرش. يعني مثلا ايه؟ حضرتك دلوقتي ماشي في الشارع فحسيت بالبرد. فجبت الجاكيت بتاعك ولبسته. الذكاء الاصطناعي ما عملش كده، حسش بالبرد. عشان هو آلة برضه بس لا انا ده انسان وده آلة، الآلة مش هتحس حاجة. ليه بقى؟ لا بس الآلة تحس بالسخونية، والا ما حدش كمبيوتر فيها او حتى اي مروحة. لا ده لا مش بتحس. ما بتحس. ما هي واخدة اوردر ان هي ما هتسخن هتدي اشارة معينة. لا ده قدرة البهاء، ده قدرة الجزئية. واخد بالك؟ البروسيسور هيتوقف. ده قدرة. في بروسيسور ما يوقفش. واخد بالك؟ لكن انا بقول لك الإحساس. لو قلت له كلمة كويسة مش هيبتسم زي ما بتبتسم. واخد بالك؟ وهكذا. فهنا في الجزء الإنساني. ليه بقى؟ الإنسان بيتحكم فيه ثلاث مكونات. المكون المعرفي اللي هو يشمل الذكاء والمعلومات اللي بيتلقاها. والمكون الوجداني اللي بيشعر بالحالة الوجدانية أو الإنسانية والسلوك. التلاتة دول متآزرين موجودين. فإذا فكرت تشعر وتسلك، إذا شعرت تفكر وتسلك، إذا سلكت تفكر وتشعر. طب هنا بقى دكتور برضه بستوقفني سؤال مهم. اتفضل. هو دلوقتي احنا هنعرف ان زي ما حضرتك قلت ان الذكاء الصناعي سواء كبروجرام آلة او كده هو حاجة مبرمجة اصلا. ايوه. طب ما هنا الانسان الذكاء، وده الفرق اعتقد ما بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الانساني الطبيعي. ان الذكاء الانساني دايما بيبقى فيه العاطفه، العاطفه بتاثر في الذكاء بتاع الانسان، يعني ممكن تساعد او تساهم في الفكر بتاعه جزء من العاطفه، يمكن بجزء كبير كمان، انما الاله هي مبرمجه بس ما فيهاش عاطفه. طيب بس ما بتغيرش الذكاء، العاطفه لا تغير الذكاء. لا بس هنا ممكن تاثر عليه وممكن يبقى بالسلب او بالايجاب، يعني حسب. اذا فكر بشكل عاطفي. لكن لا، مثلا انت في الامتحان وبيسالوك ما بتفكرش بشكل عاطفي. واخد بالك؟ يعني في مواقف معينه، لكن في مساله انسانيه انت بتتاثر وتؤثر. واخد بالك؟ يعني ايه؟ الانسان يستطيع تلقائيا يغير مجالات التفكير. بس العاطفه هتغلب في الموضوع. بس مش العاطفه تتدخل في جوانب، لكن لا تتدخل في الذكاء. يعني انت مثلا لو اديناك مساله هل العاطفه تتاثر فيها؟ لو معادله كيميائيه هل العاطفه تتاثر فيها؟ لا، عشان المخ هيبقى مبرمج ساعتها بالمذاكره معينه. فده العاطفه لا تؤثر. لكن لما تفكر في الحياتيه عموما امرا انسانيا، ما هو هو كمان الذكاء. ما احنا عايزين نتكلم برضو يا استاذ المشاهدين برضو يستفيدوا معانا عن الحياه عموما. كويس. ما انا بقول لك اهو، الذكاء الاصطناعي العقول، الذكاء الاصطناعي لا يفكر في امور انسانيه. بالظبط كده. واخد بالك؟ مهم معانا برضه امور انسانيه. فانت لما تتاثر في امور انسانيه فبتتاثر. واخد بالك؟ لانه ده يعني ايه؟ ما هوش مساله. يعني مثلا ما اجي اقول لك 5 في 6، 5 برتقانات في 6 موزات، ما تقولش لا والله البرتقانات ما يضربوش الموز فيبقى نخليهم 25. لا، يقول لك 30. يعني واخد بالك؟ يعني هنا المسائل مجرده. واخد بالك؟ فانت بتفكر بشكل مجرد. لما يبقى في تدخل في العاطفه ممكن يؤثر، لكن لا يؤثر في الذكاء، يؤثر في طريقه التفكير. يعني ذكائك ما بيزيدش وينقص وفقا للعاطفه. لا بس ممكن يخوني ذكائي. لا بسبب العاطفه. يعني يا دكتور مثلا لو انا خليني اتفضل. الذكاء لا يخونك ابدا.
واخد بالك؟ لكن يخونك طريقة التفكير مش الذكاء. الذكاء هو طب هل قدرة طريقة التفكير مختلفة؟ يعني جزء طبعاً. جزء من الذكاء يعني لا. الذكاء بيتدخل في التفكير. لا مش جزء. انا بفكر بذكاء فانا هفكر لا. تفكيري لا. يغلب العاطفة، فاذا اما افكر بذكاء فالذكاء في الاخر برضه هيوصل للعاطفة. لا 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 مش كده خالص. الذكاء ده مكون قدرة، واخد بالك؟ قدرة. انت طريقة التفكير هي طريقة مشتقة من الذكاء، واخد بالك؟ فانت لما تيجي تقول في طرق كثيرة من التفكير، التفكير المنطقي، التفكير العقلاني، التفكير العاطفي. فانت هنا لما تتكلم عن التفكير العاطفي بيتدخل فيها جزء من العاطفة، واخد بالك؟ وفي الاخر جزء من الذكاء زي ما حضرتك ما قلت. لا الجزاء الذكاء موجود ككل. ما هو احنا بنتكلم ماشي بس دكتور عشان نوضح، احنا بنتكلم دلوقتي عن جزئيه الحياتيه. طريقه التفكير غير الذكاء. الاسلوب الذي تفكر به، واخد؟ واحد يكون ذكي جدا لكن يفكر بطريقه مختلفه غير عقلانيه او طريقه بدائيه، تفكيره طريقه بدائي لكن هو عنده قدره عقليه كبيرة. ايوه يا دكتور، بس هنا يبقى ذكي بس في المسائل العلميه مثلا، ذكي في الدراسه، ذكي في حاجات. انما احنا بنتكلم دلوقتي عن الحياه، يعني المعاملات الحياتيه. هو عشان كده قالوا ايه، في ذكاء اجتماعي. الذكاء الاجتماعي هو الذكاء المتعلق بالعلاقات الاجتماعيه، واخد بالك؟ فده جانب من الذكاء. لكن الجانب الكل العقلي هو الذكاء بصفه عامه، واخد بالك؟ ده لا يتاثر، واخد بالك؟ هو قدره للإنسان بيعمل. الشخص الذكي في الغالب، في الغالب مش دائما، في الغالب يكون ذكي في كل حاجة، واخد بالك؟ لكن ممكن يكون شخص حاصر ذكائه في مجالات معينة، في مجالات علمية مثلا، واخد بالك؟ فتلاقي هذا الشخص الذكي في مجالات العلمية يمكن أن يكون أقل ذكاء في الجانب الاجتماعي، لكن ما نقدرش نقول أنه مش ذكي، لان القدره العامه هي الذكاء. هنا بقى يجي سؤال الحلقه يا دكتور. اتفضل. السؤال للمشاهدين، ما الفرق بين ذكاء الانسان وذكاء الاله؟ يا ريت تتابعونا على الارقام اللي فاتت هتظهر حالا قدامكم على الشاشه. السؤال مره تانية، ما الفرق بين ذكاء الانسان وذكاء الاله؟ اتمنى انه تتابعوا معنا وتواصلوا معنا عبر التليفون. دكتور. نعم. هنا بقى السؤال برضو. ليا وللمشاهدين. لا على حضرتك المره دي. طيب احنا قلنا ان الذكاء الاله هو جزء اصلا من الذكاء الانساني. طب ليه الاله دلوقتي بقت ممكن زي ما قلت في بدايه الحلقه مثلا تحسب او تفكر بشكل سو فاست عن الانسان؟ يعني الانسان ممكن يقعد على بال ما يحسب حاجه برضه لازم ورقه وقلم او الكمبيوتر اله حاسبه او كده. تمام. هنا هو الاله ضغط الزرار ممكن ضغط الزرار. وفقا لبرامج. يعني خلي بالك، يعني ايه؟ لو شلت البرنامج اللي انت اديته له يقدر يفكر؟ لا خلاص. فهو ايه هنا؟ صناعي. العمليه عمليه زي ما تقول كهربائيه، يعني واخد بالك؟ اليه، واخد بال حضرتك؟ لكنه لا يستطيع انه يعني مثلا ايه، لو انت مش حاطط ميموري في هل يحتفظ بالمعلومه؟ لا. واخد الانسان يحتفظ بالمعلومه. يعني ايه؟ الذكاء في الانسان بيعمل تلقائيا، ملوش برنامج ولا يتوقف ولا يعني يوقف وكذا. لو انت علمته الانجليزي يحتفظ بيه، مش محتاج الميموري تحطه او كذا، واخد بالك؟ فدائما ولذلك هو الذكاء اللي احنا بنعمله ايه؟ ما قالوش نخلي محاكاة الذكاء الانساني بالذكاء الصناعي، لكن ده هم عايزين يعملوا محاكاة وتقليد للذكاء الصناعي بالذكاء البشري. واخد بالك؟ فأيهما اقوى؟ أيهما الذي يستطيع عايز يوصل لكفاءة الاخر؟ اكيد الصناعي عايز يوصل لكفاءة الانسان. ايوه. فهي دي المعضلة في الذكاء الاصطناعي، انهم عايزين يخلوه يقدر يفكر بطرق مختلفة. بس اعتقد دكتور برضو مش اي انسان، ده انسان ذكي اللي هو الذكي جدا. لا انسان اللي هو قدر اصلا يبرمج حاجة زي دي. كويس. ما هو برضو ما هو ده العقل البشري. ما هو ده مش هتطلعه من
فئه العقل البشري. ايوه بس مش, يعني مش كل الناس اقصد يعني. يعني ما احنا مش هنطلع اينشتاين نقول اينشتاين مش الناس كلها كده. اه يعني واخد بالك؟ لكن هو ايه؟ عقليه بشريه هم عايزين يخلوا العقل الاصطناعي يبقى كده. اه واخد بالك؟ الذكاء الاصطناعي في محاكاه وتقليد. ولذلك النموذج هنا هو الانسان الذي يستنتج بدون اي برنامج، الذي يصدر احكام، الذي يشعر ويحس. وبعدين ايه؟ خلي بالك انت ممكن النتائج اللي تاخدها تميزها بعضها عن بعض. بمعنى ايه؟ مش كل مره هتعطي نفس النتيجه، ممكن النتائج تتغير. ده كشخص كانسان، كانسان مش مش كحاجه. لكن الذكاء الصناعي هي نتيجه هي واحده وتبقى صحيحه. المفروض ممكن ما تبقاش صحيحه. يعني مثلا ايه؟ انا لما اجي اقول لك هنجمع البطيخ مع الشمام فتقول لي لا البطيخ لوحده والشمام لوحده. واخد بالك؟ في واحد دوكا ما يعرفش كده، هيجمعهم على طول. هو هيجمعك عمليه حسابيه. اه من 5 إلى 3 إلى 8. واخد بالك؟ فهو هنا لا يميز، انت تميز. واخد بالك؟ إيه انت تستنتج. ما ينفعش اجمع ده على ده، هو ما يقدرش يقول كده. واخد بالك؟ فهو دائما مش هو يعمل وفقا للبرنامج اللي انت بتقول له عليه. لو حطيت له برنامج تاني الجمع بقى سلب، هيطرح السلب. واخد بالك؟ انت ما ينفعش تعمل كده. واخد بالك؟ فهو وفقا للبرنامج المطروح. فالانسان هو الذي يتحكم فيه في النهايه. واخد بالك؟ وفقا للبرنامج الذي يوضع. طب دكتور في طريقه لتنميه الذكاء البشري؟ هو الذكاء البشري ناتج ايه؟ ناتج عمليتين. عمليه فطريه تمت بالوراثه بانتقال الصفات الجينيه من الوالدين الى الطفل او الى الشخص. ده الماده الخامه للذكاء. اذا هي مكتسبه؟ لا، الذكاء حاجه مكتسبه وراثيه. يعني مكتسبه من لا منتقله بالجينات الوراثيه، فهي صفه موجوده لدى الانسان عن طريق الوراثه. واخد بالك؟ جزء ما ينميها هو المكتسبات البيئيه. مكتسبات من المحيط، من محيط من الخبره، الخبرات اللي بياخدها. لكن الكفاءه هي الفطريه. يعني ايه؟ ما ينفعش واحد يبقى على درجه ذكاء معينه تنقله الى درجه عبقري مثلا، هو ذكاءه متوسط ما تقدرش تعمله عبقري. لا، مهما اكتسب خبرات، مهما اكتسب من خبرات هيبقى في محيطه اللي هو المحيط الذكاء بتاعه. واخد بالك؟ لكن انت بتجعله يستفيد من هذا الذكاء الى اقصى قدره، لكن ما تقدرش تغير القدره. زي مثلا ايه؟ قوه دراعك ما تقدرش تغيرها الا اذا، واخد بالك؟ اروح جيم. يعني او ملاكمه. لكن ما اللي هيميز ده ايه؟ القدره البنائيه بتاعتك. مش كل اللي هيبقى يروح جيم ويعمل ملاكمه هيبقى نفس القوه. واخد بالك؟ لان انت ليك مدى للقوه. كل واحد ليه مدى للقوه. تمام. في سؤال بقى مهم جدا يا دكتور. اتفضل. هل بسبب استخدامنا اللي بقى بشكل كبير جدا اللي احنا بقينا يعني نستخدم الذكاء الاصطناعي في حياتنا كلها؟ نعم. كلها وصل لدرجه ان اي حاجه دلوقتي بقت بريموت. ايوه تماما. تمام. هل ده هيفقدنا احنا الذكاء الانساني او يقلله على الاخص؟ يقلل قدرتنا. يعني مثلا ايه؟ كان زمان كنا نحفظ ارقام التليفونات. دلوقتي بقى مستسهل. دلوقتي لو ضاع الموبايل ما تعرفش رقم، يمكن ما تعرفش رقم اخوك او اختك او كذا الا بتكراره. واخد بالك؟ لكن دلوقتي بدا في انه القدره ما بتتنماش فتقل. هتلاقي اولاد مش عارفين يحفظوا جدول الضرب. ليه؟ لانه خلاص بيحسبوها طول بقى على طول بالكالكوليتر. فكل الحاجات دي بتفقدنا
قدرتنا. ليه؟ لأن القدرة التي لا تستخدم تهمل فتقل. القدرة، أي قدرة عندك لازم يبقى فيه تدريب مستمر ليها عشان تقوى. زي أنت مثلا ما تجيب لاعب كرة، لاعب وفنان وعظيم وكذا، قعد 3 شهور ما بيلعبش، اكيد طبعا القدرة هتقل بالظبط، واخد بالك، ما يعرفش يلعب وهكذا. فلازم التدريب. فطبعا الأجهزة دي بتجعلنا يقل التدريب عندنا، فالقدرة تتدهور او تقل او تضمحل. يعني بسبب الذكاء الاصطناعي احنا يقل الذكاء الانساني. هو مش يقل الذكاء، الذكاء زي ما قلنا مجموعة من القدرات، هيقل القدرة على الاقل، فالقدرة على الاقل هتقل، بالتالي هينخفض قدر من الذكاء، يعني هيقل برضه. اه طيب، عايز بس ارجع لنقطة معينة عشان هي مهمة جدا. اتفضل. الذكاء الانساني والعاطفة. ده مش اكيد برضه هيأثر على النتائج، في مقابل ان الذكاء الاصطناعي مش هيأثر عليه اي نتائج لانه ما عندوش عاطفة اصلا؟ لا، ما هو بص، احنا ايه بنيجي نقول في مجموع الذكاء قدرة، واخد بال حضرتك، موجودة لدى الإنسان قدرة فطرية عامة تشمل مجموعة من القدرات، واخد بالك، القدرة على الحفظ أو الاحتفاظ بمعلومات أنت خدتها. ما بيجيش تقول معلومات حلوة ومعلومات وحشة، المعلومات كل الخبرات اللي بتيجي عندك بتتجمع، لكن لما تيجي تقول ايه انا بحب الانجليزي، فهنا انت عندك ميل الى دراسة اللغة الانجليزية، واخد بالك، فيبقى ايه هذا الميل يجعلك اكثر جهدا وتكرارا لدراسة اللغة الانجليزية، لكن ده ما يغيرش الذكاء، لكن يغير احتفاظك باللغة الانجليزية بسبب العاطفة، بسبب الميل، اللي هو فيه نوع من العاطفة، واخد بالك، سوء من التفضيل. فاحنا عندنا هنا في طرق تفكير، طريقة تفكير بدائية، طريقة تفكير سحرية، طريقة تفكير عقلية ومنطقية، تفكير عاطفي. فانت لما تيجي تقول في المسائل العاطفية انت بتفكر العاطفة، لا انا دكتور، بس احنا للاسف دلوقتي يعني معظم الناس محترم حضرتك بقى دخل كله في بعض، يعني نعم، دخل كله في كل المواضيع في بعضيها. يعني انا مثلا هفكر في مسألة معينه، يعني مساله حياتيه، هفكر في حاجه معينه، فهنا التفكير بتاعي هيدخل فيه ان انا ايه، انا هبقى ذكي في الموضوع ده، فانا هفكر فيه بالطريقه دي، ده انا استسكيت والناتج بتاعي كان كذا. طب هنا ممكن يخونه ذكائه، هنا ممكن يبقى ذكائه اصلا بسبب عاطفته، ان هي مثلا كان العاطفه بتاعته خليته يتجه اتجاه معين، لا انا مش عايز الشخص ده، او مش عايز ده، او مش عايز المساله دي، فانا بسبب العاطفه دي اما جيت افكر في المساله تتعلق بنفس الشخص ده، فهفكر فيه بسبب عاطفتي ان انا اصلا مش عايز الشخص ده، ففكر فيه بشكل وحش، فالذكاء هيبتدي ان هو برضه وانا بفكر في مساله تتعلق بيه تحود ناحيه العاطفه، اللي هو لا انا رافض الموضوع تماما. كويس، احنا بنقول اثرت لكن لم تقلل الذكاء، هي اثرت، ما انا اصلا هي اثرت في طريقه تفكيرك، واخد بالك، في النتائج اللي انت عملتها، واخد بالك، لكن لا تمس الذكاء. يعني انا بفكر بطريقه، واخد بالك، صاحبتي حبيبتي كذا، واخد بالك، ممكن اسامحها وممكن ما اسامحهاش، ممكن ابقى متضايق او كذا، واخد بالك، فانت بتاخد موقف، هذا الموقف طريقه تفكيرك، واخد بالك، عايز انتقم، عايز كذا. لكن لو انت جيت احنا بنقول لا، لو فكر في مساله معينه هو عملها ففكر فيها، ترى هو مثلا يعني هو يقصد ايه، تعال ناخد مثلا صغير برضه، هو يقصد ايه بالموقف اللي عمله ده او بالحاجه اللي عملها دي، كويس، او مثلا بالكلام اللي قاله ده، كويس، فهنا عشان انا مثلا مش عايز الشخص ده، فيوم هفكر برضه في بجانب سلبيه بالظبط كده، كويس، فذكائي اللي هو هيفكر، يعني انا هفكر، هحاول افكر بذكاء، هو يقصد ايه، انت وجهت ذكاء سلبيه، وجهت سلبي، بس ما قالش، انت وجهته، ساعدت على انه يتوجه. لا دكتور، مش قصدي ان هو قال، هو اتاثر، لا ما تاثرش، انت واخد، ولذلك لما نيجي نقول ايه، تعال نفكر بالورقه والقلم، يعني ايه، ما في تفكير موضوعي وتفكير غير موضوعي، تفكير شخصي،
انت بتقول انه الورقة دي مهمة جدا عشاني، لكن بالنسبة لي مش مهم. ايه علاقة ذكائك؟ واخد بالك؟ طيب. فانت هنا التفضيل للامر هو مرتبط بتوجهك. انا ملت نحو كذا. ولذلك لما نيجي نقول انه مثلا القاضي لما يحكم ما بيتأثرش، بيطلع عواطفه وبيطلع تأثيراته. طب هو يا دكتور، ايوه يا دكتور، ما ده اللي بيقولوا فيه. عشان كده اصلا يعني قالوا في، خصوصا في مصر يعني عندنا، ان ما ينفعش يبقى في قاضي امراه. لا لا ليه؟ عشان العاطفه بتاعتها تغلب اكتر. لا ممكن يبقى فيه بس في الحالات الاسريه، لان هم محتاجينها في الاسريه عشان خاطر محتاجين العاطفه. العواطف لا لا، ويبقى تطلع احكام غلط برضه لو راحت في الاسريه. لا طب هو عشان كده هو دايما احنا بنقول ايه؟ ان لما نيجي نفكر هو بيفكر في وقائع، لا يفكر بعاطفته، بيفكر بمستندات، باوراق، واخد بالك؟ فهنا التفكير موضوعي، يعني بيشوف الورقه دي ما بيقولش لونها ايه لكن فيها ايه، بموضوعي. اه طب اذا يا دكتور، الذكاء الاصطناعي، الذكاء الانساني، الذكاء الاصطناعي جزء من الذكاء الانساني، هو الذكاء الانساني اصلا هو اللي اخترع ده. طبعا. هو اللي عمله. بس لو فضلنا ورا الذكاء الاصطناعي، الذكاء الانساني هيبتدي فيه انحدار. ما هو لو الذكاء الانساني انحدر، الذكاء بالتالي الذكاء هيأثر بعد كده بطل الذكاء الاصطناعي، فالاثنين بيتسلم مع بعض. طبعا. دكتور محمود غلاب المعالج النفسي، اشكرك جدا، حلقه ممتعه دي. شكرا حبيبي، الله يسلمك. أعزائي المشاهدين، ذكاء صناعي، ذكاء إنساني، أيا كان، المهم إن إحنا مش بسبب الآلات إحنا نبتدي إن إحنا ننحدر، مش بسبب الآلات إحنا نبتدي إن إحنا نبطل تفكير، نبطل نحسب، نبطل نفكر إزاي نتعامل، نبطل حتى إن إحنا نتحرك للشيء، فبالتالي إحنا عايزين ريموت لكل حاجة في حياتنا، فبالتالي إحنا قدراتنا هتقل، ذكائنا هيقل، حتى النمو العضلي بتاعنا هيقل، تحركاتنا هتقل، كل حاجة فينا هتقل، فبلاش. حاولوا تستخدموا نفسكم عشان ما تنحدروش. اشوفكم في حلقه جايه، موضوع جديد، موضوع مهم، موضوع شيق. كان معكم رامي جيار في رجيم العقول. في رجيم العقول، عقولنا هتدلنا، ندقق في جسمنا ونغوص جوا نفسنا، نعرف مصدر قوتنا ونشوف قدره ربنا، بالفكر والذكاء وتجارب العلماء، بالمنهج البناء هننمي عقلنا. رجيم العقول.